السلام عليكم اخوتي. اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع واخا محرج شويه تيخص النساء، ولكن لمصلحتكم نهضر عليه. والله الا لمصلحتكم هادشي. بزاف ديال البنات وبزاف ديال الطرق تلجأ لها خايبه، علاش؟ بهدف زياده الوزن في المؤخره ديالهم، ومن بين هاد الطرق هادي هي المؤخره. تيبغيو يزيدوا لها الوزن بواحد الطريقه سميتها القديره الصحراويه. انتشرت الظاهره في المجتمع ديالنا لواحد الدرجه كبيره. اي بنت بغات توصل للهدف ديالها تمشي دير القديره الصحراويه. واش عارفه اختي بلي القديره الصحراويه ما تزيدش لك في الوزن؟ واش عارفه بلي ما تنفخش لك المؤخره؟ لا، راه شفت واحد البنت مشات وشا لغد لي بعيني نفخات ليها. لا اختي، هذيك نفخ مؤقتا تيكون مؤقت، علاش؟ هذيك الظاهره سميتها مص الهواء. تيديروا لهم واحد العيبات ديال هذيك القديره باش تتمص لهم الهواء وتخلي المؤخره ديالهم منفوخه، ما تتفوش لهم يومين ثلاث ايام ولا ثلاث اربع ايام تتفش، حيت تكون هي مص الهواء. وهاد الحالة ما سميتهاش نفخ المؤخرة، بل هي تيحدث للنساء تورم. دخلوا لدماغكم، تيحدث لهم تورم، تيديروا لهم تورم. من تهضر لك التورم تتنفخ لك انت المؤخرة، تصحابك غلطت، ما القديرة ما تزيدش الوزن وما تتغلطش. والأغلبية ديال النساء من تيديروها ما تيبغوش يجلسوا على كرسي، ديما تيبقوا يتكاو على كرشهم. علاش؟ حيت داك مص الهواء تيتحيد لهم. والاكثر من ذلك هو تتشوه لهم الجسم ديالهم. علاش؟ حيت تنفخوا المؤخره وتكون عندها فخادها رقاق، والمؤخره رقيقه، من تدير النفخ في المؤخره تتولي الفخاد رقاق والمؤخره كبيره وتطرا واحد التشوه، وما تولي حتى شي فرق بين هاد اللاعبين كامل الاجسام اللي تيديروا لي بارينيت. ولكن شنو اخطر في هادشي كامل اللي قلت لكم؟ نقدروا ندوزوه بجغمد الماء ونقدروا نقولوا ديريها وتبقاي تسات كل سيمانه ديريها وهانتي غاده مزيان وانت عاجبك الحال هكاك، ولكن عارفه شنو تيطرا لك مع الوقت؟ تيطرا لك ضمور في العضلات ديالك. العضلات ديالك تيحدث فيها ضمور، يعني مع المده ما تبقاش تنفخ لك، ما تبقاش العضلات ديالك تنفخوا. واخا تديري لاصال المده ديال 10 سنين ما غاديش يتنفخوا لك. علاش؟ حيت صافي درت دخلتي في ضمور العضلات. والاكثر من ذلك وبزاف البنات اللي ما عارفينش، هو البنات اللي مبليين بهاد القدير هادي المده ديال عام، يسيروا يسولوا اي بنت، يسيروا يسولوا اي بنت، سولوا تفرجت في واحد البرنامج تي 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 حذر من الخطوره ديالهم. مع الوقت شي طرا لك الجسم ديالك تيبدا يغلاض من الفوق، ملي تحبسي القديره الجسم ديالك تيبقى يغلاض لك من الفوق ولتحت تيبقى ضعيف، ومن تضعف لك الوقت من تضعف لك من التحت هذيك هي اللي تتسمى ضمور العضلات، ما تيبغوش يتنفخوا واخا دير لهم اللي درتي. وتتبقى ديما هكا وخصك علاجات كثيره باش ترجع داك الشيء ومصاريف وداك الشيء. داكشي علاش ننصح البنات خوتي، بغيتو ما فيها باس، البنات باغيين يغلاضوا، النساء باغيين يغلاضوا، ما فيها باس، هذيك حريتهم في اطار بنادم تيكون محترم وداكشي. ولكن يتجهوا الطرق مزيانه، راه بنادم يدخل يدير لاصال، راه لاصال مع نظام غذائي زوين، تطلع لك فورمه زوينه، ما كاينش ديك الشوهه، ما كاينش ديك الخطوطه، ما كاينش ديك التماره كيف تتشوفوا، والتكرفيس والعفن والوسخ، وتيطلع بنادم مع المده تيطلع لي فورمه زوينه ونقيه وصحيه في نفس الوقت. يلاه بارطاجيوها مع البنات اللي ما عارفينش باش يستافدوا تهم.